وآخر فقراتنا كمان تبدع سلمى بإطار التعاون بين الأمانة السورية للتنمية وهيئة التميز والإبداع. شارك فريق الجمهورية العربية السورية في البطولة العالمية للمناظرات المدرسية للمرة الأولى التي أقيمت في تايلاند خلال الفترة القائمة من 23 من شهر تموز وحتى 2 من آب لعام 2019. كاميرا الإخبارية السورية طبعا أجرت اللقاءات مع أعضاء الفريق وطلعت لنا بهذا التقرير، خلونا نشوف. كانت هي تجربة كثير مهمة أكيد، لأنه يعني نحن بلشنا بسوريا بالمناظرة بشكل محلي وكان لازم ناخذها لشكل عالمي ونطورها. هنيك طلعنا كثير استفدنا من الخبرات اللي صارت هنيك، يعني نحن استفدنا من خبرة 63 دولة ثانية غيرنا، استفدنا من الخبرة اللي كانت عندهم كونه هنا في دول بتشارك من 31 سنة، فاستفدنا كثير أكيد منهم، ضفنا شيء. يعني هلا أكيد رح نحاول نضيف شيء للمناظرة هون بعد ما شفنا المناظرة كيف رح ننقل هذا الشيء لهون، وقدرنا كمان نحقق شيء كدولة مشاركة لأول مرة. فكانت كثير تجربة مهمة لنا لأول مرة، فادتنا كنا احنا كأفراد، فادتنا كفريق، وفادتنا كسوريا. في شيء اسمه ارتجالي، فضمن هالساعة بالارتجالي نحن كنا مقسمين الشغل بحيث انه الثلاثة اللي رح يلعبوا هن اللي رح يكتبوا الحجاج، والباقي الاثنين رح يكتبوا التفنيدات، والتفنيدات يعني انه شو ممكن الخصم يكون عم يقول. فهالشيء ساعدنا انه نحن بنكون متوقعين شو الخصم بده يقول، وبنفس الوقت انه ما نخلي حدا انه ما يشتغل بالفريق. فهالشيء كثير ساعدنا انه نحن نقدر نعرف كيف نحن نتعامل مع بعض، وهالتكامل كان انه من حيث انه كل حدا عنده شغل منيحه، فيعني كل حدا عنده خاصيه منيحه كنا نضلنا عم يعني نخليهم نمزجهم مع بعض بشكل افضل. نحن اساسا بدنا نغير مستقبل المناظره بسوريا، لانه هلا المناظره ما انا كثير شيء معروف بسوريا. هي ليش مهمه المناظره خصوصي للشباب؟ لانه بتعود الشباب انه يحكوا يعبروا عن الشيء اللي هن بحسوا فيه، تخلي شخصياتهم اقوى. طبعا هذا الشيء نحن اللي بدنا اياه لحتى نبني بلدنا، لحتى نرفع اسم سوريا. زينا، مثل ما تابعنا يعني أحرز الفريق السوري المرتبة الثالثة كأفضل دولة مشاركة للمرة الأولى في البطولة، وحقق الشاب إبراهيم القيصر لقب أحد أفضل المتحدثين الخمسة بين جميع الدول المشاركة للمرة الأولى. لنحكي أكثر عن هي المشاركة وهذا اللقب معنا إبراهيم القيصر الحائز على اللقب بين جميع الدول المشاركة الخمسة للمرة الأولى بالبطولة العالمية للمناظرات المدرسية بتايلاند لعام 2019، وروز دوجي قائد فريق سوريا المشارك بالبطولة العالمية للمناظرات المدرسية. أهلا وسهلا فيكم، صباح الخير. صباح التميز. هلا، صباح النور. يسعد صباحكم عن جديد، ويسعد كمان لك، يسعد صباحكم مبروك كمان قيس. روز، خلينا نحكي بالبداية قبل ما نبلش هيك بنفوت كتير بتفاصيل، كيف طبعا كانت المراحل اللي سبقت البطولة، على أي أساس تم اختيار الفريق؟ أكيد بداية نحن رح نحكي عن التجربة اللي نحن عشناها خلال سنتين. نحن كمناظرات مدرسية بلشناها من سنتين، أول سنة كانت تجربة، جربنا ب 14 مدرسة بس نفوت ندرب مناظرة للطلاب. كان عدد الكوادر كتير قليل، خلينا نقول هنا 7 أشخاص بالإضافة للفريق اللي هو كان عم بينظم. كانت تجربة كتير جميلة، أول مرة حققنا نجاح كتير حلو، بلشت ثقافة المناظرة تنتشر على مستوى أوسع، لحتى بلشنا كمان هذيك السنين بلش بقى نكبر أكتر لحتى ننشر هاي الثقافة أكتر. فتنا بأكتر من 50 مدرسة ب10 محافظات سورية، دربنا مدربين أكتر، دربنا كوادر، صار في عنا شيء اسمه لجنة وطنية للمناظرة، هي كانت معنا من أول سنة عم تساعدنا لتطوير هاي الفكرة. الشيء اللي اشتغلنا عليه هو تطوير الأدلة اللي نحن اشتغلنا عليه بما يناسب شوي العالمي، اللي نحن أكيد هدفنا كان الأول والأخير أنه نحن نوصل على العالمية ونشارك باسم سوريا. بعد ما طورنا الأدلة، بعد ما صار في تدريب المدربين وتدريب اللجنة وكل هدول الأشخاص، بعدين انتقلنا لتدريب الطلاب. فتنا على كل المدارس دربناهم تدريب ما يقارب تقريبا 24 ساعة، ما عدا هي المناظرات التجريبية اللي بتكون بقلب كل مدرسة، لحتى نحن نختار فريق واحد بيمثل اسم مدرسته، بعدين بصير في بطولات على مستوى المحافظة، بعدين بيكون في المعسكر اللي هو كان المعسكر الوطني بيكون بمدينة دمشق،
وبينجمعوا كل المحافظات، بينجمعوا العشر محافظات، خمس طلاب من كل محافظة عم بيمثلوا اسم مدرستهم، بعدين بتصير البطولات هيك بالترتيب بطريقة عن طريق القرعة بطريقة معينة لحتى نوصل لفريق واحد. بعد هدول السبع أيام اللي هنا كانوا المعسكر الوطني، طلع في عنا 16 شخص هنا المتميزين معنا، خلينا نقول اللي هنا خلال كل هذيك الفترة كان في شيء اسمه تقييم فردي لكل شخص عم بيكون متواجد معنا بالمعسكر، كان في شيء تقييم مقابلة باللغة الإنجليزية لأنه طبعا البطولة بالإنجليزي كلها، فنحن كان لازم الطلاب كلياتهم يمروا بعدد من الخطوات لحتى نحن نوصل أفضل خمسة. يعني اشتغلنا بطريقة كتير خلينا نقول هي بما أنه كانت كتجربة أولى كانت بسيطة، بس قدرنا نوصل لأفضل خمسة اللي هنا شاركوا معنا بهي السنة بتايلاند. نعم يعني التجربة كتير مهمة، ويعني إبراهيم نرجع نقول لك مبروك من أول وجديد. كانت عم تحكي روز عن تفاصيل طويلة من التحضير والجهد، 24 ساعة تدريب، رقم ما هو سهل على أي حدا. خلينا نحكي شوي عن مشاركتك، كيف كانت وبشو كنت عم تقدم المناظرة؟ هلأ طبعا مشاركتي هي نفس المشاركة يعني تمثيل سوريا كدور أول. هلأ نحن بدينا كبداية مثل ما قالت روز إنه كانت تجربة بسيطة كتير، يعني السنة هاي حتى بلشنا نعرف كيف العالمي وكيف هي الآلية اللي بتمشي بالعالمي. نحن بلشنا المعسكرات على مدى طويل، يعني مثل ما أنا كنت طرف ومشارك بهي المعسكرات كانوا الرفاقي طبعا بالمعسكر كمان الكوتش يحيى كيف تدربنا بهي المعسكرات، كانت كتير تجربة حلوة. طبعا نحن بلشنا بمعسكر الأول اللي كان بالشهر الرابع، كان معسكر بسيط بس انه لمرحلتين، كانه بس مرحله انه نتعرف مع بعض ونقوي هاي هذه مثل ما بيقولوا الروح الفريق، قويناها بهذا اول معسكر. ثاني شغله هي تثبيت المعلومات اللي لازم كنا نكتسبها حتى نشارك ببطوله عالميه مثل ال WSTC. المعسكر الثاني كان طوله حوالي 5-6 ايام، كانت هذا المعسكر بعطله مدرسيه، يعني مثل ما اغلب الطلاب كانوا عم هذول يعني عم يلعبوا مثلا ممكن طابع او شيء، نحن كنا عم نحاول نستغل هذا الوقت بأفضل طريقة نكتسب فيها هاي المعلومات مشان نجهز حالنا الـ WSTC. بهذا المعسكر اللي كان 6 أيام نحن ثبتنا المعلومات اللي اكتسبناها بالمعسكر الأول وحاولنا نعمل مناظرات باللغة الإنجليزية يومياً، يعني أحياناً كنا نضل من 5 الصبح نفطر نضل للساعة 8 من 8 تقريباً للـ 8 المساء بس إنه عم نتدرب عم نثبت معلومات مناظرة ولا مناظرة ومناظرة ومناظرة حتى نكتسب المعلومات الكافية لنا لمشاركتنا بالـ WSTC. هاد كان تاني معسكر. تالت معسكر كمان كان مشابه للمعسكر التاني بس كمان كان بحلب، فعملنا المعسكر بحلب بس مشان تغيير جو وندمج انه هيك قديش في ترفيه مع مناظرة، لان المناظرة يعني بالنهاية مو بس انه معلومات وبس انه كله دراسة وكله انك بالمناظرة يوميا، لا انه كمان هي فيها جزء كبير منها ترفيه. ومثل ما يعني بيقول لي كوتش يحيى دائما انه مناظرة يعني اغلبها ما انا مناظرة، المناظرة هي قديش انت بتحب الناس اللي عم يشاركوا معك، قديش انت بتتقبل رأي الاخر. المناظرة يعني جزء كتير يعني صغير منها هو الجدال والنقاش اللي هو تعريف المناظرة. أغلب المناظرة هي قديش أنت بتقبل الآخر، قديش أنت بتحب يلي عم يشارك معك، قديش روح الفريق هي تلعب دور كبير بأنك تفوز بالمناظرة، لأن الفوز هو بالنهاية يعني هذا الشيء تعلمناه بالبطولة العالمية. الفوز يعني هو ما إنه شيء الأعظم شيء بالمناظرة، بالعكس أحيانا الخسارة بتكون أحسن من الفوز بكتير، أحسن الخسارة بتعلمك التجربة بطريقة أحسن، بتوصلك المعلومة اللي هي لازم توصلك أساسا، لأنه حتى لو فزت يعني اوكي فزت بس اذا خسرت هي يعني افضل طريقه انك تكسب معلومه، فهذا الشيء كثير تسمع يعني انت ربحان على الحالات كلها. طبعا المناظر دائما بيضل ربحان باي حالات بس نحن حققنا الفوز الحمد لله خلص ما خسرنا. روزا يمكن للمره الاولى هي المناظرات المدرسيه ويمكن رح تتكرر هي التجربه أكيد. لانه نجحت. خلينا نحكي شوي كيف كان التحدي، كيف كان التحدي بين هدول الفرق عالميا؟ نعم تمام. هلا التحدي بدي احكي عليه على قسمين، تحدي قبل البطوله قبل ما نشارك والتحدي بالقسم الثاني اللي هو هناك. التحدي اللي قبل كان عم بيواجهنا انه نحن بدنا نطلع افضل صوره، افضل شيء، افضل فريق، افضل اشخاص هن عم يطلعوا معنا عم بيشاركوا معنا، وخصوصا انه عم بيكون كل حدا من محافظه، فنحن عم بيكون في عنا تحدي كتير كبير انه هن عم ينجمعوا بنفس المكان، هن عم بيكونوا ما لهم صحبه مع بعض، بعدين بيصيروا فريق واحد، كيف يقدروا يفهموا على بعض باللعب الارتجاليه اللي كانوا عم يحكوا عليها الصبايا بالفيديو. يعني
هدول الشغلات هن تحدي بحد ذاته قبل ما نوصل للقسم الثاني اللي هو التحدي الأكبر اللي نحن رحنا شاركنا أول مرة باسم سوريا مع 63 دولة. هذا التحدي لحاله بيخليك تحسي قديش نحن عن جد فخورين إنه نحن قدرنا نوصل لهي المرحلة، قدرنا نمثل اسم سوريا صح. يعني أول ما كنا عم نفوت على عم بيستقبلونا الفرق لأنه هن بيجوا ورا بعضهم، كانوا بس يعرفوا انه نحن من سوريا كلهم هيك ينصدموا انه كثير حلو انه انتم عم تشاركوا هون، كثير حلو انه انتم موجودين معنا اول مره. يعني بتحسي انه هذا الحماس اللي عندهم بخليك تكوني انت مسؤوليه اكبر قدام باقي العالم. بالنهايه نحن كل حدا فينا كان طالع عم بيمثل اسم سوريا، يعني ما فينا محسوبه علينا اي شيء لانه نحن لازم نقدم افضل شيء موجود عنا، مو لانه نحن عم نمثل انه نحن عنا افضل شيء، بالعكس عنا اشخاص هن قدروا يوصلوا للعالميه، عنا اشخاص هن كانوا عم يشتغلوا على حالهم لمده 4 اشهر وبنعرف انه هو الوقت قليل. يعني كان عم بيقول ابراهيم انه بلشوا بالشهر الرابع، يعني نحن فعليا باخر 7، يعني ما كان في عنا هذا الوقت الكافي اللي نحن نوصل لهي المرحله. ورغم هيك نحن عن جد كنا يعني قد هذا التحدي اللي هو يعني عن جد شيء كتير حلو انه نحن برغم كل شيء كان عم يمرق ظروف وكل حدا من محافظة واحيانا الاجتماعات عم تكون قليلة، بس عن جد عم نكون فخورين وقت نحن بكفيك انه قالوا اسم سوريا قدام 63 دولة مرتين. يعني اول مرة وقت ابراهيم حقق اللقب وتاني مرة وقت نحن طلعنا كافضل 5 دولة، فهذا الشيء لحاله بخليك تحسي انه نحن قدرنا نعمل شيء، وبخليك كمان تحسي بالمسؤوليه الاكبر سنة الجايه لانه اكيد نحن متى ما وصلنا لهي المرحله نحن ما في بقى تراجع. يعني هلا لازم يكون في كثير شغلات وخطوات كثير اسرع لحتى نلحق نوصل لشغلات اهم سنة الجايه اكيد. يعني احنا كلياتنا فخر بالانجاز اللي انتم عملتوه. ابراهيم انت بطل اذا فينا نقول من 5 ابطال بقلب الفريق. نحكي شوي عن دور كل عضو من الخمسة بالمناظرة والمواضيع اللي تم تناولها خلال المناظرات. هلا تمام، نحن كنا 5 بالفريق وهذا الشيء اللي كان دائما حلو انه تشوف انه 5 اشخاص بالفريق، كل واحد له شخصيته الخاصه، له افكاره الخاصه، كل واحد بيشوف انه لما ينطرح موضوع قدامنا كل واحد له وجهه نظر خاصه. فكنا احيانا في كان 4 جمل نلعب عليهم، هن الجمل الارتجاليه. هذا النوع من الجمل هو انه نحن بيكون في لنا غرفه ساعة معنا لنحضر هاي الجملة، هذا بالبطولة العالمية بتايلند. فنحن كان معنا يعني الكوتش ما بيكون معنا كوتش يحيى، فكنا 5 منا، فكيف نحن انه نطرح افكارنا بهي الغرفة. فهذا بتوقع دور كل واحد منا، انه دور كل واحد منا قديش هو قادر انه يثبت انه هو عن جد عنده افكار. وفعلا هذا الشيء كثير اثبتناه بالغرفة اللي كنا نحضر فيها، كل واحد كان يطرح فكرة، نجمع هاي الافكار، نعمل حجج، نعمل الملف اللي بدنا نناظر على اساسه. فكتير كان دور كل واحد منا هو هيك مثل ما بيقولوا اللي تعمل تماسك الفريق اساسا، لانه تماما اذا يعني اذا راح واحد من الفريق الفريق يعني بينهار اساسا. فكل واحد منا كان هيك مثل الشخص يلي عم يمسك هذا الفريق مع بعضه. فكل واحد انا بقول انه كل واحد حقق شيء بالنسبه له، وانا كتير شيء ممتاز. بالنسبه للمواضيع اللي تم طرحها فكانت مواضيع يعني اقتصاديه، شأن عام، بالنسبة لمواضيع أخلاقية بمجتمعنا أو المجتمع الغربي. فكانت مواضيع بتتحمل أنه في فريق إثبات في فريق نفي. كان في مواضيع ممكن عن الفقراء، مواضيع عن الفقر، مواضيع عن يعني غالبا الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية. فكانت مواضيع بتتحمل أنه يكون في فريق مع هاي الجملة ويكون في فريق ضد هاي الجملة. فكنا نحن مثل يعني المناظرة هي يكون في فريقين، فأحيانا مثلا يكون فريق إثبات فريق نفي، أحيانا يكون فريق إثبات يطرح آلية تشريعية. فهذا الشيء الحلو بالمناظرة أنه أنت بتاخدي دور هيك شيء كأنه أنا بدي أعمل قانون لأعمل شيء غير شيء بهاي الحياة اللي عايشينها أو الحياة اليومية اللي عايشينها. فكانت مواضيع كتير كتير حلوة، ولما يعني المناظرة متعتها أنه ما بتحمل أنه خلص هذا هو رأيك هذا هو الصح، لا، المناظرة بتحمل أنه في أبيض في أسود، وانت يا بتروح على ابيض. كان حجه الاقناع هي اهم
حجة كمان بالمناظرات إبراهيم، الإقناع، عشان الفريق شاطر بالإقناع. هاي يمكن تجربة جديدة كتير حلوة إنه تتعمم بسوريا روز، خاصة هذا الجيل. نحن عشنا بثمان سنين صعبة بسوريا، كتير مهم وكتير من الوعي والثقافة إنه يكون في مناظرات مدرسية بين هالأجيال، حتى فعلا يكون في تبادل للآراء بين الأمور الصح والأمور الغلط بشكل علمي وبشكل تشاركي مثل ما قلنا. شو أضافت لكم هاي التجربة؟ خلينا نحكي هيك كتجربة للمرة الأولى، شو أضافت لكم كجيل جديد؟ تمام. هلا بصراحة الشيء اللي نحن حسيناه هناك، أو خلينا نقول الشيء اللي بدنا نشتغل عليه، هو ننشر أكثر ثقافة المناظرة. يعني وقت طلعنا شفنا هناك الدول كلها هنن بيعيشوا المناظرة، يعني هنن عندهم حصة بالمدرسة كل أسبوع عن المناظرة، في عندهم مدارس خاصة بالمناظرة، هنن بس بيدرسوا مناظرة. هذا الشيء اللي نحن لمسناه هناك، نحن هلا عم نحاول نطور هاي التجربة لحتى نقدر نشمل أكبر عدد ممكن من المدارس. رح نكون هالسنة عم نخطط لشيء جديد، مو مثل هذيك السنة، لأي حدا حابب يشارك معنا بالمناظرة، إن كان شخص وإن كان مدرسة حابت لنا إنه نحن جعبالنا تفوتوا لعنا على المدرسة تدربوا هذا الشيء، أو إن كان جمعية أو منظمة. فهذا الشيء اللي نحن عم نفكر فيه هلا نوسعه أكثر. يعني بالنهاية هذيك السنة كانوا تقريبا 50 مدرسة، هالسنة لازم يكونوا أكثر، لأنه شروط قاسية لحتى نحن نشارك بالعالمي، لازم نشوف الأمور من طريقة تانية. فهذا الشيء اللي أنا حسيت لازم نحن نشتغل عليه، بما أنه أنا يعني ما بفوت بكتير مناظرة، هن أكيد بيعرفوا أكثر مناظرة، بس أنا بشوف من الناحية الأكثر كيف نحن بدنا نقدر ننشر هاي الثقافة لأكبر عدد ممكن. بالإضافة لأنه نحن كأمانة سوريا للتنمية عنا مناظرة بس مو المدرسية، في عنا مناظرة للشباب، وفي عنا مناظرة لهن أعمارهم كبيرة. فهي الثقافة لازم تنتشر بطريقة أكبر، لازم نحن عن جد نوصل لكل حدا، على الأقل هو يأخذ التدريب يعرف شو يعني، يشوف كيف المناظرة بتغير بطريقة التفكير، بطريقة الإقناع، كيف أنه أنا ما عندي هاي وجهة النظر وخلص، أنا ما بيهمني وجهة نظر الشخص اللي مقابلي، بالعكس يعني هاي الطريقة الحلوة، هذه الثقافة لازم تكون منتشرة أكثر. أكيد. نعم. يعني بنتمنى التوفيق لكم، مو بس العام القادم، التوفيق بنشر هذا الفكر اللي هو فعلا بيغير من عقول وتفكير جيل بأكمله. شكرا لوجودكم معنا. شكرا لكم. شكرا لكم ومبروك يا إبراهيم. وأكيد دائما بنقول الشيء اللي تسمعوا الأذن مثل ما بنقول، لازم يقبلوا الفكر والذهن حتى نقدر نتقبله بحياتنا ومجتمعاتنا. شكرا لوجودكم. شكرا كثير معنا. كثير. شكرا لكم.